ما هو الراجح من أقوال العلماء في تعيين ليلة القدر؟ وهل هي أفضل الليالي على الإطلاق أم لا؟ وما هو رأيكم في من قال بتفضيل ليلة الإسراء على ليلة القدر؟ أفيدونا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن ليلة القدر ليلة عظيمة نوه الله بشأنها في كتابه الكريم في قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، وفي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فهي ليلة شرفها الله عز وجل على غيرها، وأخبر أن العمل فيها خير من العمل في ألف شهر، أي أفضل من العمل في أكثر من 83 عاما وزيادة أشهر، وهذا فضل عظيم، واختصها بإنزال القرآن فيها ووصفها بأنها ليلة مباركة، وأنها يقدر فيها ما يجري في العام من الحوادث، وهذه مزايا عظيمة لهذه الليلة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها طلبا لليلة القدر، وهي أفضل الليالي، لأنه لم يرد في ليلة من الليالي ما ورد في فضلها والتنويه بشأنها، فهي أفضل الليالي لما تشتمل عليه من هذه المزايا العظيمة، وهذا من رحمة الله تعالى لهذه الأمة وإحسانه إليها، حيث خصها بهذه الليلة العظيمة. وأما المفاضلة بينها وبين ليلة الإسراء، فبين يدي الآن سؤال وجوابه لشيخ الإسلام ابن تيمية، حيث سئل رحمه الله عن ليلة القدر وليلة الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم أيهما أفضل، فأجاب بأن ليلة الإسراء أفضل في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وليلة القدر أفضل بالنسبة إلى الأمة، فحظ النبي صلى الله عليه وسلم الذي اختص به ليلة المعراج منها أكمل من حظه في ليلة القدر، وحظ الأمة من ليلة القدر أكمل من حظهم من ليلة المعراج، وإن كان لهم فيها أعظم حظ، لكن الفضل والشرف والرتبة العليا إنما حصلت فيها لمن أسري به صلى الله عليه وسلم. هذا ما أجاب به شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة، وللإمام العلامة ابن القيم كلام في هذا الموضوع يوافق كلام شيخه، لأن ليلة الإسراء أفضل في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وليلة القدر أفضل في حق الأمة. ومما يجب التنبيه عليه أن الله سبحانه وتعالى شرع لنا في ليلة القدر من التعبد والتقرب إليه ما لم يشرعه في ليلة الإسراء. ليلة الإسراء لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتهجد فيها أو يخصها بقيام أو ذكر، وإنما كان يخص ليلة القدر لفضلها ومكانتها. وأيضا ليلة الإسراء لم يثبت في أي شهر هي أو في أي ليلة من الشهر هي، مما يدل على أن العلم بها وتحديدها ليس لنا فيه مصلحة، خلاف ليلة القدر إن الله أخبر أنها في رمضان، لأن الله قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ثم قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر، فدل على أن ليلة القدر في شهر رمضان، وإن كانت لا تتعين في ليلة معينة من رمضان، إلا أنه يترجح أنها في العشر الأواخر منه، وفي ليلة 27 آكد، هي آكد الليالي عند الإمام أحمد وجماعة من الأئمة، أن ليلة 27 من شهر رمضان هي أرجى ما يكون لليلة القدر، وللعلماء في تحريها اجتهادات ومذاهب، ولكن هي في شهر رمضان قطعا، فمن صام شهر رمضان وقام ما تيسر له من لياليه فلا شك أنها قد مرت به ليلة القدر، ولا شك أنه شهد ليلة القدر، ويكتب له من الأجر بحسب نيته واجتهاده وتوفيق الله له. فليلة القدر لها ميزة، لأنه شرع لنا فيها الاجتهاد في العبادة والدعاء والذكر وتحريها، بخلاف ليلة الإسراء هذه لم يطلب منا أن نتحراها ولا أن نخصها بشيء من العبادات. وبهذا يظهر أن هؤلاء الذين يحتفلون في ليلة الإسراء والمعراج أنهم مبتدعة، جاءوا بما لم يشرعه الله ولم يشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يحتفل كل سنة بمرور ليلة من الليالي يقول: إن هذه هي ليلة الإسراء وليلة المعراج، كما كان يفعله هؤلاء المخرفون المبتدعة الذين اتخذوا دينهم طقوسا ومناسبات بدعية، وتركوا السنن وتركوا الشرائع الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا مما يجب الانتباه له وبيانه للناس، وأن الله شرع لنا الاجتهاد في
ليلة القدر وتحريها والتقرب إليه فيها كل سنة بخلاف ليلة الإسراء والمعراج، فلم يشرع لنا فيها أن نتحراها ولا أن نخصها بشيء، وأيضا هي لم تبين لنا في أي شهر أو في أي ليلة بخلاف ليلة القدر، فإنها في رمضان بلا شك. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير.